فيك في الدار. اي يدي انا فيك. وفي الحقيقة المظاهرة في الفساد معناها أصبحت الآن مثل السرطان المنتشر في المجتمع التونسي في كل مؤسسات الدولة في كل الأماكن. إذا نعتقد هذه الندوة تأتي في هذه الظروف لكي تجعل مكافحة الفساد من أولى الأولويات الآن في المرحلة القادمة. لابد أن معناها نتعاون جميعا للقضاء ولمكافحة هذه الظاهرة. وهو معناها هذه مهمة تقريبا هي وضع خطة استراتيجية في مجلس نواب الشعب. كذلك عندنا السيد القاضي أحمد. طريقة يعني اللي احنا الحقيقة نرتاح لها برشا وهناك عديدة اللي كانت مع الهيئة فيما يتعلق بما طرحناه. بالضرورة أنه في أقل هنا نقوم بنوع من التوصيف نعتقد لهذه خطوة ولكنها لا تكفي. لأنه في الأخير هي وزارة العدل المجلس النواب الشعب الخطة يتم تحديد المسؤولية تحديد خارطة الطريق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتحدد فيها المسؤوليات وتحدد فيها فيما يتعلق بموضوع هذه الندوة. يعني الحقيقة بالنسبة للتشريع التونسي أعتقد أنه يكفي يعني لأنه الدستور وعديد القوانين سواء القوانين الخاصة المتعلقة بالهيئة ولا المتعلقة بأحداث دائرة المحاسبات عندنا القطب كذلك. يعني الإطار القانوني يمكن اعتباره كافي لو بطبيعة الحال يقع تطبيقه، ولكن نحتاج إلى تحسين هذا الإطار القانوني، وأساسا نحتاج إلى القانون المتعلق بالهيئة الدستورية، قانون أساسي متعلق بأحداث هيئة الدستورية المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور. نحتاج في أقرب وقت بطبيعة الحال إلى قانون حماية المبلغين والشهود، نحتاج إلى قانون المتعلق بالتصريح بالمكتسبات والإثراء غير الشرعي. ما نريده هي إرادة سياسية حاسمة وقاطعة في مكافحة الفساد، وهذا بطبيعة الحال غير متوفر حاليا. كل القوى الحية في البلاد مطالبة بطريقة أو بأخرى وبنسب متفاوتة كل حسب صلاحياته بمكافحة الفساد. وأنا توا شعاري شعار برشا ناس يا إما دولة القانون وإما دولة الفساد. لكن الدور الأهم والأكبر على خاطر دوره حاسم، دوره ختامي، دوره تنجم نقول قاتل كما المقصلة في الثورة الفرنسوية هو القضاء. لكننا فشلنا ونعتذر لشعبنا.